ثم جاءت دولة بني العباس، وكان أيضا فيها قوة في أول الدولة، كان فيها قوة وللإسلام هيبة والعلماء لهم مكانة، وكان الأشرار لا يتمكنون من إظهار شرهم بحرية. فلما جاء آخر دولة بني العباس، جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد الذي خرج على أخيه الأمين، خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز السلطة، وكان رجلا قويا وذكيا أيضا وعالما، ولكن داخله أهل الضلال واتخذ منهم بطانة، صاروا من حوله كابن أبي دؤاد بشر المريسي، فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم، فتأثر بهم وزينوا له ترجمة الكتب الأجنبية، وأنشأ دارا للترجمة سموها دار الحكمة، وهي دار النقمة، فترجموا الكتب الرومية وبما فيها من ضلال وما فيها من شر. فجاءت العقائد الضالة من هذا الطريق، لما ترجمت كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لما ترجمت الكتب الرومية زاد الشر. وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق، واقتنع بذلك، مسكوا قيادة مع قوته ومع صلابته. أهل الشر ما يتهاون بهم أبدا، الواجب إبعادهم عن الساحة، وإلا فإنهم يدسون شرهم والقوي يضعف معهم. فاقتنع بقولهم وأراد حمل الناس على القول بخلق القرآن والعياذ بالله، كلام الله عز وجل المصدر الأول للشريعة، أرادوا أن يجتثوه من الأمة، يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، فاقتنع بهذا الرأي. ولكن وقف الأئمة كالإمام أحمد، في مقدمتهم الإمام أحمد، وقفوا ضد هذه الفكرة الضالة موقفا حازما، وأبوا أن يقولوا بخلق القرآن، وعذب منهم من عذب كالإمام أحمد، وقتل منهم من قتل، ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزلة، وقفوا موقفا حازما، فثبت الله بهم الدين وثبت بهم العقيدة الصحيحة ودحر أهل الشر. وتوالى بعد المأمون أخوه الواثق وابنه المعتصم، أخوه المعتصم أخو المأمون المعتصم ابن هارون الرشيد، ثم الواثق ابن المأمون، أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول بخلق القرآن، وكلهم عذبوا الإمام أحمد وضربوه، ولكنه لم يعطهم كلمة واحدة، بل يقول القرآن كلام الله، وإذا قالوا له قال هاتوا لي من القرآن أو من السنة، هاتوا لي، فيعودون عليه بالضرب ويغمى عليه رحمه الله، ولكنه أبى حتى إن سالت دماؤه رحمه الله من الضرب، وغاب فكره من الضرب، وأبى صمد إلى أن جاء عصر المتوكل ابن هارون الرشيد، فخلص الله به أهل السنة ونصر الحق وقمع أهل البدعة، ثم اغتالوه أهل الشر، قتلوا المتوكل، وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس، واستوزر الشيعة
أخبث من الجهمية. استوزر ابن العلقمي والطوسي نصير الكهر الطوسي، فجروا عليه التتار، جروا عليه المغول من المغرب، وغزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة وأخذوا الكتب وألقوها في نهر دجلة، وقتلوا من المسلمين بمئات الألوف واجتاحوا بلاد المسلمين، وما زال المسلمون يقاومونهم في كل بلد، ولكن في النهاية خذلهم الله، خذل الله التتار، ومنهم من أسلم، ولكن المسلمين صمدوا وبقي الإسلام ولله الحمد قويا عزيزا، ويقيض الله له من ينصره ومن يحميه ومن يدافع عنه.